سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي على زمان حيا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ما زلنا باستمراريه في مهرجان حمر الدروع في نسخته الثامنه في يومنا الرابع على التوالي ووصلنا الى سن الصغار ووصلنا الى سن المفاريد فتابعوا معنا على الفتره الصباحيه كان اولا شوطين ولكن تمت اضافه الشوط الثالث بمكرمه الشيخ حمد بن مطر الدرعي فشوط الفضي وشوط البرونزي وشوط النقدي وشوط القعدان اما الفتره المسائيه فتره الرموز والسيارات هناك سياره المفتوحه لأبناء السلطنة ودول الخليج وكذلك بيرق وسيف حمر الدروع للفطايم أبناء الدار الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي على زمان حيا نصل بكم الى اعلان نتيجة الشوط الفضي اول اشواط هذا الصباح والعاشر بقرار لجنة التحكيم حاملة الرقم 5 سرابة حمد وضحي السناني من الخابور الف مبروك والتاسع بقرار لجنة التحكيم حاملة رقم 9 الفارع سالم بن حمد بن سليم النهدي من السيب ومن محافظة مسقط والثامن اختار حاملة الرقم 3 الراسية للشيخ محمد بن عبد الله السعدي من ولاية السويق
المركز السابع حاملة الرقم 4 عفية سعيد بن عبد الله بن سعيد العريمي منصور، والسادس حاملة الرقم 10 النهضة سالم بن كداش الحرسوسي من هيمة. المركز الخامس حاملة الرقم 7 جود سيب بن راشد الرشيدي من بركة. الرابع اختار بالرقم 8 مكيدة غالب بسعيد الرشيدي من ولاية بركة من الصومحان. والثالث بقرار لجنة التحكيم اختار حاملة الرقم 2 مياس محمد بن سالم بن سعد الحرسوسي من هيمة. حيوه والناموس للسنادي من الكامل والوافي، ألف المبروك. حاملة الرقم 6 دغشة علي بن عبد الله بن عامر السنيدي من الكامل والوافي توجت بالمركز الأول، ألف مبروك لك يا مالك دغشة. المركز الثاني وإعلان محمد بن سالم الحرسوسي من ولاية هيمة، محمد بن سالم بن سعد الحرسوسي من ولاية هيمة شارك مشاركة قوية، استطاع أن يحصل على المركزين الثاني والثالث في هذا الشوط. تهانينا لأبناء محافظة الوسطى كافة على التميز، والتهنية لأبناء الكامل والوافي أبطال الشوط الفضي أول أيام أول أشواط سن الفطايم. يغادر إلى الكامل والوافي عن طريق دغشة ومالك دغشة علي بن عبد الله بن عامر السنيدي. محمد بن علي السعدي، بداية نرحب بك يا أبو عبد الله في هذا الحضور في مهرجان حمرة دروع. كلمنا عن هذا المهرجان. الله يحييك أخ هاشل، جزاكم الله خير. وطبعا مهرجان حمرة دروع مهرجان متميز وناجح بكل المقاييس من سنوات إلى نظن السنة السابعة والثامنة، السنة الثامنة كل مليات سنة يجي أفضل. والمهرجان طبعا والمشاركة وعدد المشاركين الموجودين من أبناء محافظات السلطنة، الحين شفنا تواجد هجن ممتاز وأيضا جمهور، ويعني يدل هذا على نجاح المهرجان. ونشكر سعادة الشيخ المكرم حمد بن مطر الدرعي على والإخوان اللجان المنظمة لهذا المهرجان على نجاح هذا المهرجان، ومن دل شيء يدل على التنظيم الصح والتنظيم الراقي في هذا الحال. شكرا يا ابو عبد الله، بيض الله وياك، مشكور تفضل. علي بن عبد الله السنيدي ايضا نرحب بك يا علي، والف الف مبروك فوز دغشة في هذا الشوط وحصولها على المركز الاول. حدثنا عن المهرجان وحدثنا عن دغشة وسلالتها. والله دغشة طبعا وشاهين دغاش ومهمة مياس مشاركة ينقل يا ثاني، واليوم اشتراك الحمد لله توفقت على الشداد. ومن شان المهرجان نشكر الشيخ حمد المطر ونشكر لجان المنظمة جميعا. فخري رشحوها دون شاهد.
حصلت على المركز العاشر وهي تحمل رقم 2 الذي هناك من مذهلة لأحمد بن خليفة بن سالم القريني من ولاية الخابورة. تهانينا والناموس. أما المركز التاسع وكانت ضي تحمل رقم 5 لراشد بن سيف بن راشد الرشيدي من ولاية بركة. تهانينا والناموس. المركز الثامن وكانت تحمل رقم 6 رغد لأحمد بن عبيد السناني من ولاية الخابورة. المركز السابع وكانت تحمل رقم 8 جبار العزيز بن علي بن سيف السعيدي من ولاية الخابورة. وكانت في المركز السادس التي تتواجد هذه اللحظات وهي تحمل رقم 1 وهي في المدرج رقم 6. المركز الخامس وكانت تحمل رقم 15 هيام لعمر بن سعيد بن عبد المنصوري من دولة الإمارات العربية المتحدة. أما المركز الرابع وكانت هناك من تحمل رقم 7 مزون لمحمد بن سالم بن مبارك الحرسوسي من ولاية هيمة. وذهبت السلامات إلى وين؟ إلى بركة ولا إلى صحم ولا إلى الكامل والوافي؟ الله 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 على هذا الحضور المميز. وسلام إلى مهرجة الخليج. مركز الثالث لفهم بالخميس بالعود السناني عزبة السلطنة. سلام يا فهم سلام. والسلام إلى أبو سعيد الذي يتابع هذه العزبة خميس بن سعيد بالعود السناني على هذا المركز الثالث على التتويج بالوشاح. وين جمهور الكامل والوافي؟ الله الله على هذا الجمهور. وين جمهور الباطنة؟ وين جمهور شمال الباطنة وجنوب الباطنة؟ الله يا سلام. شوفوا السلامات تغادر من حمرة الدروع مع الوشاح والزعفران. وسلام إلى من يملك الحذرة. سلام إلى هزاع بن سالم بن منصور السريري. سلام من تحمل رقم 17. أما المركز الثاني وكانت تحمل رقم 3 مياسة لتركي بن سعيد بن راشد السنيدي. سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة. للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي على زمان حيا. مشاهدينا متابعينا الكرام نلتقي مع أحد الأخوة الفائزين في هذه الأشواط وفي الشوط البرونزي بالتحديد مالك الحذرة هزاع بن سالم بن منصور السريري. نرحب. الله رحبك على فضلة طويلة عمرك جزاك الله خير. كيف شاهدتوا المشاركة في مهرجان مزاينة حمرة الدروع في هذه النسخة؟ والله مهرجان طيب الحمد لله اللهم لك الحمد متطور لتطور جزاهم الله خير وبيض الله ويوهم على المهرجان. خبرنا عن سلالة الحذرة الفائزة في هذا الشوط. والله سلالة أبوها ما يخاف بعير المختبر وأمها بنت سراب الشيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات نصل بكم إلى إعلان نتيجة الشوط النقدي شوطنا الثالث في هذا الصباح. وهذا الشوط التي أتى بأوامر من رئيس اللجنة المنظمة الشيخ
المكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي نظرا لزيادة الأعداد والإقبال على هذه المزاينة من هذا السن بالتحديد. مباشرة إلى المركز العاشر، والمركز العاشر بقرار لجنة التحكيم اختار حاملة الرقم 1 خيرة خالد بن محمد بن غانم الخميسي من البريمي، ألف ألف مبروك. المركز التاسع إلى الكامل والوافي جينار بالرقم 4 راكان بن علي بن خميس الكاسبي من الكامل والوافي. المركز الثامن عوايد بالرقم 17 يعقوب بن عبد الله بن علي السعيدي من ولاية صحم. المركز السابع والسابع بالرقم 19 توافيق سالم سلطان الهاشمي من الكامل والوافي. المركز السادس والسادس حاملة الرقم 7 شقرة خميس بن خلفان بن خميس السناني من الخابورة. المركز الخامس والمركز الخامس أيضا إلى الكامل والوافي وفا بالرقم 12 سعيد بن يمعة بن سعيد السنيدي، ألف مبروك. والرابع بقرار لجنة التحكيم اختار حاملة الرقم 18 شواهين سعيد بن عبيد بن غانم البادي من ولاية صحم، حيوه، ألف مبروك لمالك المركز الثالث ومن توجت بوشاحنا البرونزي، ألف مبروك لمالك سمح سعيد بن عبيد الوهيبي من ولاية بدية بالرقم 14، ألف مبروك. والناموس الغبر الينوبي، ألف ألف مبروك، سلام لك يا مالك، امسكت راشد بن سعيد بن صالح الحرسوسي من الغبر الجنوبية، ألف مبروك صاحبة المركز الأول بالرقم 6، ألف المبروك المركز الثاني إلى ولاية السنينة، ومن مثلت ولاية السنينة نقلة بالرقم 10 راشد بن سعيد بن راشد المنعي توجت بالمركز الثاني وتوجت بالوشاح الفضي في هذا الشوط، ألف ألف مبروك للأخوة الفائزين. الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة، نراهم من ماضي على زمان حيا ذي يزم بن هيثم الشهم السنافي، في مديحه ما تكفينا القوافي، دعمه الأهل الهجم ما هو بخافي، الكريم اللي مواقفه سخية من وصل حمرة قعدان ونذهب مباشرة إلى خامس المراكز
وخامس التحديات هملول سعيد بن سلطان السنيدي من الكامل والوافي. تبقى لدينا أربع قعدان وهو شوط الختام، شوط الرمز الفطاميل المفتوح. نذهب مباشرة إلى رابع المراكز ورابع التحديات في رابع المراكز المميز. فهم بخميس العود السناني من صحمة في رابع المراكز، ونذهب مباشرة إلى ثالث المراكز المهندس للشيخ فيصل بن فهد الحوسني، والسلامات إلى أهالي الخابورة والسلام. وين يقادر بين الحوسني وبين الحاشمي؟ الله الله، وينكم يا جماهير؟ وينكم يا مشجعين؟ والسلامات تقادر إلى أهالي، إلى أهالي صور الخابورة. سلام صور، سلام سلام الحاشمي، سلام السلام يقادر إلى أهالي صور جاسم بن محمد بن ناصر الهاشمي. سلام شاهين صور، سلام سلام الهاشمي جاسم بن محمد بن ناصر الهاشمي في المركز الأول. وثاني المراكز نبه للشيخ عبد العزيز بن فهد الحوسني. سلام إلى أهالي صور، سلام باسم سلطان البلاد اللي تسامى. نرضي الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة. نراهم ماضي على زمان. نلتقي مع الفائز في شوط القعدان الفطايم مالك شاهين صور الذي توج ببطولة هذا الشوط ياسر بن محمد الهاشمي. نبارك لك هذا الفوز. جزاك الله خير يا نواف، وتستحق خير من الله، وهذا ناموس الجميع. كيف شاهدتوا المشاركة في هذه المزاينة في نسختها الثامنة؟ والله الحمد لله المزاينة حمر الدروع لا هي غريبة عليها، ونجزيها الله خير الشيخ حمد بن مطر رجال قايم في المزاينة، هو وبيض الله وجهه والله يعينه. بس قاسم حنا نوهنا عن سلالة القعود، خبر المشاهدين عن سلالته ولمن تهدي هذا الفوز. والله القعود طال عمرك ابو شاهين صور، وشاهين صور طبعا معروف، وشاهين المهيري، وامه بتشاهين سعود بن جبر الثاني ام القعود، ويدته من الام مصيحه من مصيحات. من تهدي هذا الفوز اليوم؟ ناموس طال عمرك اهدي لولايه صور ولكافه جنوب الشرقيه كافه، والمحبين شاهين صور وعزبه راعي شاهين صور. وارثنا من سنين أولية
يبا ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم من ماضي على زمان حيا في هذه اللحظات هناك الرقم 14 التي نذيع أول مرة في شوط صيف للرقم 14 والتي حصلت هناك مياس لمحمد بن سالم بن سعد الحرسوسي من ولاية ويما رقمها 9 وينا وكذلك من المتواجدة من تحمل رقم 7 غارة أو رقم 7 اللي هي نوف لسالم بن ناصر المعولي من وادي المعاول وكذلك رقم 12 اللي تحمل رقم 1 متعب الغانم بن سعيد السعيدي من الخابوره هناك رقم 11 الذي تحمل رقم 15 صوغه لحمدان بن عبد الله القريني المركز العاشر واللي هو طواري لسالم بن خلفان بن خميس السناني من الخابوره المركز التاسع تحمل رقم 6 الغزيلة لمحمد بن سعود بن محمد الحرسوسي من هنا المركز الثامن التي تصل هناك تحمل رقم 10 الشاهينية لمحمد بن ناصر النادي من السيب المركز السابع سابع المراكز تحمل رقم 2 غارة لحامد بن عبيد بن غانم البادي من ولاية صحم المركز السادس تحمل رقم 13 شواهين لسلطان بن حمد بن راشد المالكي من ولاية بركة المركز الخامس اللي هي تحمل رقم 5 بصمة لعوض بن راشد بن حلقوص العمري المركز الرابع رابع المراكز وتحمل رقم 14 رمز صور لسعيد بن عبد الله العريمي من صور المركز الثالث 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 وذهب السلام على إله 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 وين وحدة اللي بتغادر كلهم ما يبوا الثالث الحين الأعصاب متوترة كلن يقول يلا هني ما أكون في المركز الثالث يا سلام وغادرت إلى المركز الثالث الله 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 رمز الشرقية تغادر إلى المركز الثالث لعلي بن عبد الله السنيدي من الكامل والوافي تهانينا والناموس سلام إلى البيرق والسيف أغلى سيوفنا أغلى أمسياتنا هذا المساء شوط الرمز شوط المفتوح يذهب يذهب مع فخر 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 التحدي فخر غالب بن سعيد أرشيدي نقول ألف مبروك لصاحب المركز الخامس ألف مبروك لمالك مياسة ومالكة مياسة بالرقم 3 وتيهة بنت ناصر بن سياف الدرعية ألف ألف مبروك المركز الرابع والرابع بقرار لجنة التحكيم اختار حملة الرقم
خمسة الظبي ياسر بن حمود بن حمد الدرعي حيوا، والثالث بقرار لجنة التحكيم اختار عويد من العزبة الذهبية المملوكة لصبحة بن حمد الدرعي. ألف ألف مبروك بالرقم واحد، ألف ألف مبروك والناموس لمالك جبارة علي بن سلطان الدرعي. ألف ألف مبروك بطل هذا الشوط وبطل بيرق حمر الدروع في هذا الموسم من النسخة الثامنة. إذا حملة الرقم اثنين جبارة علي بن سلطان الدرعي توجت بالمركز الثاني. المركز الثاني الظبي سالم بن حمد بن سالم الدرعي. ألف ألف مبروك. سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة الجل النشامة نراهم من ماضي على زمان حيا الذي حصل على الرقم السادس والمركز السادس سراب يحمل رقم ثلاثة لراشد بن سعيد بن راشد الدرعي حصل على المركز السادس. المركز الخامس وكان يحمل رقم اثنين شاهين لعبد الله بن شاهين بن عبود الدرعي. في المركز الخامس المركز الرابع رابع المراكز يحمل رقم أربعة زعفران لمحمد بن راشد بن فاضل الدرعي من عزبة المكارم. فادخل في تفاصيل الشوط حصل على المركز الثالث يحمل رقم واحد للطام لخالد بن علي بن راشد الدرعي. تهانينا والناموس الى مالك مياس ويحمل رقم خمسة لجاسم بن محمد بن عبود الدرعي عزبة المخيفات. مياس سلام مياس سلام العزبة المخيفات سلام. اما المركز الثاني وكان الامير لمنصور بن راشد بن هلال الدرعي من عزبة المخيفات.